التمر الرطب هو ثمرة أشجار نخيل التمر، وهو أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية، وهي فاكهة صيفية تنتشر في صحرائنا الكبرى عموما وفي وادي صوفي خصوصا. اليوم رانا حابين نعرفوا بمنتوج، يعني منتوج تاع التمر. المنتوج هذا غالبا تعرفه غير اهل المنطقه، اهل المنطقه الصحراويه اللي يسموه البسر، والبسر هذا هو عمليه هو او الرطب هو عم هو هو يعني منتوج تاع الغرس. غير اليوم حابين نعرفوا بالناس اللي راهي ما تعرفهاش معرفه جيده. بالنسبة للفاكهة هذه تاع الرطب أو البسر، هذه تبدأ تقريبا من شهر جوال، من شهر من نص جوال تبدأ معناها البلحة هذه خضراء تبدأ تصفار من شهر من شهر من, شهر من نص شهر جوال هكاك، تقريبا 30 في الصيف، 35 يوم في الصيف، 40 يبدأ يبان المشهل هذا وين. يقول المواطن السوفي حين ترتفع درجات الحرارة لمستويات قياسية خلي يطيب البسر، حيث أن البسر هو أحد مراحل نضج التمر الرطب قبل أن يصبح ما يسمى بتمر الغرس، منقسم لونها بين الأصفر والبني، ولها طعم لذيذ جدا. في بداية شهر جوان تكون بلحة، نسموها بلحة احنايا هكا خضراء، تكون باللون هذا أخضر كيما هكا. في منتصف شهر جوان تبدأ هذه البلحة الخضراء تبدأ تصفار، كي تصفار نسموها احنا نقولوا مشهالة، المشهالة كيما هذه هكا تصفار مشهالة. المشهالة هذه باش تستوي وتعود رطب وصالحة للأكل بعد 18 يوم، بعد 18 يوم كي تبدا تصفار، بعد 18 يوم تبدا تنقر، نقول احنا نقرت كما هذه، شوفوا فيها هاي من الخلف نتاعها بدات تطيب، بدات تنضج، هذه يسموها منقره، وتبدا تستمر في النضج نتاعها تدريجيا، تعود حنايا كما هكا تطيب نص وتزيد الطيب كما هكا فوق من النص، هذه كلها راهي عاد صالحه للاكل وشهيه ولذيذه، معناها من اجود الثمار في ومن بعدين تدخل مرحلة ثالثة، هذه يسموها مقرجمة، معناها تعود الثمرة طايبة، كل يبقى فيها غير شوية أصفر كما تشوفوا فيه هكا، ومن بعدين في النهاية تعود تمر هذا كل يسموه رطب، يتكلى رطب، لكن التمر هذا معناها باش يعود صالح للتخزين، يعود صالح للتخزين ويستوي تماما، هذا كان في اكتوبر، لازم يبقى الاكتوبر باش يطيب هكا ويجف وينقص، تنقص الثمره هذه ترتفع فيها نسبه السكريات ويقل منها حتى نسبه الماء، تعود ناضجه، يعني ممكن نخزنوها في معناها في شكاير نسموها احنا، بطاين، في حاويات هكا صغيره وتتخزن. يختلف التمر عن الرطب في القشرة الخارجية، حيث أن التمر تكون قشرته قاسية ولا تستطيع تقشيرها، لكن الرطب يتميز بالملمس الناعم حيث تستطيع إزالتها بمنتهى السهولة، كما أننا نستطيع الاحتفاظ به لمدة زمنية طويلة.
البسر هو يعني هو تقدر نقول الغرس، ولكن المرحلة تاع النظف تاع الغرس تبدأ تدريجيا، لا المرحلة هذه البسر بعد يولي غرس. وحنا كنا السكان المحليين رانا نستهلكوا فيها المادة هذه، نستهلكوا فيها استهلاك يعني تقريبا يومي، خاصة المرحلة تاع أوت مرحلة حساسة، وشهر تاع أوت يعني فلاحيا يسموه النسات القدام يسموه أوس، معنى أي حاجة فلاحية تتعرض يعني ممكن الضرر وحتى الضرر. لذلك العملية تاع الجن تكون فترة الصباحية وتكون كثير الانتقائية، والاستهلاك تاع يعني معروف، والمادة هذه راهي لذيذة جداً.